فاطمة وسالي اللي كانوا معايا في الجزء اللي فات، بنكمل في نفس الموضوع اللي اتحكم عليهم سالي وفاطمة بشهرين وشهر حبس بسبب ان هم عملوا موضوع عن الرقوة. وكان اول عنوان موجود في جريدة الفجر كانت مغامرة في المعادي، رقية شرعية في منزل يوسف البدري ب 350 جنيه. طبعا ده كان المانشيت وبدايه المشكله اللي حصلت معايا الدكتور محمد الباز نائب رئيس تحرير جريده الفجر. صباح الخير يا فندم. صباح النور. حضرتك طبعا سمعت اللي فاطمه وسالي قالته على الهواء دلوقتي من شويه. حضرتك هم كانوا بيشتغلوا ايام 2009 كانوا تحت ايديك او تحت في اشرافك. التوقيت ده كنا كان يعني كان بنتعاون في نفس القسم يعني الموضوع. نعم. يمكن بس عايز اقول انه طبيعه الموضوعات دي لما بتحصل في بلاد اكثر يعني تحضرا، الصحفيين اللي بيعملوها بياخدوا جوائز وبيتم تكريمهم يعني. نعم. لكن في مصر لطبيعه المنظومه القانونيه اللي عندنا اللي بتحاكم الصحافه او بتنظم عمل الصحافه، بيتحول هذا العمل المهني من الدرجه الاولى الى جريمه يعاقب عليها الصحفي ويصل به الامر الى السجن. احنا كنا قدام يعني تحقيق صحفي متعمق جدا، تجربة صحفية كان الهدف من خلالها كشف ما نرى انه يعني مخالف او خارج عن المنظومة الاجتماعية. احنا قدام واحد مفروض انه شغله الاساسي هو محامي وداعية اسلامي في المرحلة الثانية، بنعرف ان هو بيعمل رقية شرعية. الرقية الشرعية لها أصولها يعني لا أحد ينكرها يعني، لكن هو كان عنده سلوك أنه بيتقاضى أجر، إحنا شايفين أنه مبالغ فيه من الناس. أداؤه حتى في الرقية الشرعية يمكن زي ما فاطمة أشارت أنه طلب منها علبة مناديل فيها كم منديل وأطباق صيني وفوط وحاجات من هذا القبيل يعني. فكان الهدف كشف هذا الامر امام الراي العام، لان هو شخصيه عامه. الصحفيين يعني لو كان يوسف البدري من احد الناس مش شخصيه عامه، ما كانش الموضوع او الجرنان تعرض له بهذا الشكل، لكن تعرض له لانه في النهايه شخصيه عامه. طيب دكتور محمد، يعني اكيد حضرتك قريت الحكم وكان المحامي بيشرح لكم ايه اللي حصل بالظبط. هو بناء على ايه بالظبط في المحكمة اخد قرار ان هو شهرين وشهر سالي وفاطمة؟ اللي الناس يعني لازم تبقى واخدة بالها منه، مصر بيقال انه حكم الحبس اتلغى للصحفيين، يعني تمام. الرئيس السابق قال انه لغى الحبس للصحفيين. طيب. لكن هم عملوا مواد اخرى بديلة بيتم فيها الحبس، في ثلاث مواد منها انتهاك الحياة الخاصة. أيوة. اللي هو فيها هذا الموضوع. هو الشيخ يوسف البدري اعتبر ان دخول الصحفيتين عليه وعمل الموضوع ادعاء منه انه ما كانش يعرف وانه مش عارف انه هو بيتصور وكل هذه الاشياء، انه ده انتهاك للحياة الخاصة. القانون بيقول انه لا زال هناك حبس للحياة الخاصة. دي الجزئية اللي فيها الحبس. السب والقذف اللي هو فيه غرامة، اللي هو انا والاستاذ الحمودة حكم عنا بالغرامة في قضية السب والقذف. احنا هنا مش قدام قاضي فاسد ولا قدام قضاء فاسد، احنا قدام قانون فاسد. يعني قانون فيه خلل، يعني الصحفيين والإعلاميين عموما، لأنه ما أتعرض لو أنا في الصحافة يمكن أن تتعرض لو أنت في في الإعلام. يعني يمكن تلاقي حد الصبح بيقضيك لأن أنت قلت كلام عنه بشكل معين يعني. فالإعلاميين عموما بيجاهدوا بقالهم سنين طويلة جدا في إلغاء قوانين الحبس. واعتقد انه هذا الحكم بعد ثوره عظيمه يعني في مصر، لابد انه المجتمع يقف قدامه، مش عشان الصحفيين ومش عشان جريده الفجر، ويعني دي مرحله متاخره. تمام. لكن احنا قدام مجتمع كله خارج للحريات، يعني دفع على الحريات. دفع ثمن من الشهداء اللي لسه لحد امبارح في شهداء بيقعوا، دفع ثمن للحريه. فما ينفعش ان انا أعمل ثورة أزيل بها نظام ثم أبقي على قوانين هذا النظام أتحاكم بها. يعني أنا مشيت مبارك ليه؟ مشيت طيب. نظام مبارك ليه؟ عشان أفضل أتحاكم بهذه القوانين المتخلفة اللي كان الهدف منها إخضاع محدش يتكلم، يعني محدش
يعبر عن رأيه. خلاص ما كانتش تقوم ثورة ولا وكنا قاعدين يعني، كانت المسألة لطيفة جدا يعني. لكن كل هؤلاء الناس يموتوا، وكل هذه التضحيات يتم تقديمها، وفي الآخر بعد حوالي داخل على سنة من الثورة يصدر مثل هذا الحكم المعيب في حق القضاء وفي حق الصحافة وفي حق الثورة وفي حق الشعب المصري كله. يعني مسألة، أنا دكتور محمد أنا عارف وحاسس بيك إنك أنت هنتكلم أكتر، بس أنا خليني بس يعني كل مشاهدينا دلوقتي، حضرتك بتقولي إن هو الحكم طلع بناء على إن إحنا يعني تعدينا على حقوقه الشخصية أو حياته الشخصية. طب هي حياته الشخصية دي ده مش مهنة هو كان بيشتغل بيها وبياخد أجر؟ يعني حياته الشخصية إزاي؟ لا، نقطة مهمة جدا، إنه الحياة الشخصية يعني في الشخصيات العامة عندها حياة خاصة بيها، أيوة كويس، وحياة عامة. طيب الحياة العامة دي المرتبطة بحياة الناس، تمام. يعني هو الشيخ يوسف مثلا لو واخد عيلته رايحين يتفسحوا في القناطر، تمام، خلاص دي حياته الخاصة. طيب مش دعوة بيها، تمام، كويس. لكن هنا هو قام بعمل له علاقة بالجمهور عظيم، بيعمل شغل. أيوة. هو قال انه ده بيته. فاطمة لما كلمته قال لها كلميني عشان احدد لك ميعاد، لانه قد يكون قبلك حد او بعدك حد. اذا انا هنا عندي حد بيمارس علاج، نوع من العلاج، بشكل منتظم ولعدد كبير من الناس، وبيتقاضى عليه اجر. فاذا ده مش بيتك، ده عيادة. في بقى مشكلة عنده هو، كان المجتمع مفروض او النظام او الدولة او اي حد يتوقف عندها، انه انت بتعمل علاج في بيت ومانش واخد رخصة، كويس. يعني العلاج حتى بالرقية ده نوع من العلاج، اذا اعتبرنا انه نوع من العلاج، من رخص لك بهذا العلاج؟ الفلوس اللي انت بتتقاضاها بتدفع عليها ضرائب ولا ما بتدفعش عليها ضرائب؟ يعني في اكتر من سؤال. لكن هو بطريقته حول المسألة من انه مدان الى انه مجرد ناس يعني اخترقت حياته الشخصية، او انه الناس اتعدت عليه، رغم انه هو فعلا في مجريات القضيه، لان القضيه دي كان يعني ليها اول درجه الناس خدت فيها براءه، تمام، تم الاستئناف فصدر هذا الحكم، وهو حكم غريب جدا ومريب. طيب. في نفس الوقت. طيب دكتور محمد، انت طبعا هتقف ورا فاطمه وسالي لغايه النهايه. ده حصل بالفعل. تمام. وهتعملوا نقد في المحكمه؟ عاملين نقد. احنا يعني في ايقاف للتنفيذ حاليا لحكم الحبس، وداخلين في مرحله النقد. طيب انا اسمح لي لو خرجت بقى من القضيه بتاعتكم دي، اللي هي بتاعت فاطمه وسالي، مع احترامي الشديد للقضاء واحترامي الشديد للي حصل. هل اللي انت بتقوله لي من شويه، انه بعد الثوره وبعد يعني التضحيات اللي عملناها دي كلها، هل لو احنا على ارض الواقع بقى، على ارض الواقع اليومين اللي فاتوا دول او امبارح بمعنى اصح، واللي حصل قدام مجلس الوزراء، هل تفتكر انك عايز تلغي القانون اللي حكم على سالي وفاطمه بان هم يخشوا السجن عشان قالوا الحقيقه، او فتحوا موضوع المفروض ان هم يفتحوه بشكل صريح وواضح؟ هل ده ممكن ياثر بشكل عام كصحافة وإعلام في مصر في تغطية أي حدث في الوقت الحالي؟ شوف خليني أقول لك على حاجة. اللي حصل امبارح حصل ليه؟ يعني في قدام مجلس الوزراء، وحصل اشتباك ما بين معتصمين ومتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية. ده حدث وسيظل تحدث أشياء مثله، لأنه الثورة لم تكتمل بعد، تمام، ما انتهتش، تمام. يعني الناس اللي قالوا خلاص إنه إحنا عملنا وزارة وعملنا انتخابات، والانتخابات مرت في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بشكل كويس، كده الثورة انتهت. لا، الثورة ما انتهتش، لأن المطالب الأساسية اللي خرج عشانها المصير ما اتحققتش. كانت الناس شعارها حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، عيش، عاوزين عيش، عاوزين ياكلوا، ده كله ما اتحققش. ايوه كويس. فإذا إحنا قدام صدمات ستتوالى. امبارح المجلس العسكري طلع بيان وقال انه وسائل الاعلام بتنشر اخبار ليست صحيحه عما يحدث. ده كويس، انا موافق. انا في الاعلام هنشر اخبار غير صحيحه، لانه المصدر الذي يجب ان يتحدث معي ويقول لي المعلومات الصحيحه لا يتحدث. لحد 12 ساعه بعد هذه الاحداث كان المجلس العسكري الذي يقوم باداره شؤون البلاد والذي يحكم البلاد فعليا ما اتكلمش. الصور اللي قدامي اللي انا بلتقطها هنا، الصوره اللي هتجذب، انا قدام افراد من الشرطه العسكريه ماسكين سلاح حي، افراد من الشرطه العسكريه بيسحلوا الناس على الارض. بنشر معلومات كدب منين؟
يعني ايه مصدر المعلومات؟ انا هنا سايب الصوره تتكلم. في حاله من التشويش يمارسها المجلس العسكري على الناس. وبعدين اذا حدث حتى، يعني هم قالوا انه الاحداث بدات بانه الشباب كانوا بيلعبوا كوره، فالكوره دخلت على مجلس الوزراء، فحاول واحد يجيب الكوره فبدا الاشتباك. هو مين يلام؟ الصغير ولا الكبير؟ يعني يلام 200 300 شاب قاعدين عندهم مطالب لم يتحدث معهم احد بشكل جاد. يعني الدكتور الجنزوري جه بعد ما قال انه مش هيفض الاعتصام بالقوه وانه مش هيتدخل، اول تصريح قاله وكان اشاره للتحول انه مطالب الثوار غير منطقيه او مطالب المتظاهرين غير منطقيه. والحقيقه هو يعني صدق في وعده انه قال انه مش هيفض الاعتصام بالقوه، لكن يبدو انه فضوه، حاولوا يفضوه مره بالسم ويفضوه مره بالتلكيك. الاعلام هنا لا يصنع الحدث، الاعلام هنا يغطي الحدث. وحضرتك دلوقتي لو في مراسل ليك، يعني انت لو عاوز تاخد تعليق من المجلس العسكري على ما حدث ومحدش يتكلم معاك، نعم، هتجيب حد مراسل من ارض الواقع تتكلم معاه. عظيم. لانك لازم تقدم معلومات. تمام. هنا بنقول لك من على ارض الواقع شايف قدامه ان الشرطه العسكريه متورطه بشكل اساسي في فض هذا الاعتصام. لما حد يجي يقول لي تصريح تاني غير متفق مع الواقع وغير متفق مع الارض اللي انا شايفها، يبقى هو اللي بيضلل. يبقى المجلس العسكري هو اللي بيمارس نوع من التضليل، وهو اللي مفروض يقوم بدوره بدل من يتهم الإعلام. عايز أقول لك بس تعليق. أي مجتمع أي مجتمع أو أي نظام يبدأ يقول أن الإعلام هو سبب المشاكل، تعرف أنه هذا النظام فاشل. دكتور محمد الباز، نائب رئيس تحرير جريدة الفجر، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، واتمنى لسالي وفاطمة إن شاء الله وليدة الفجر إن شاء الله أن هي يعني ما يحصلش يعني تنفيذ هذا الحكم. نتمنى إن شاء الله ويحصل لصالح يعني لصالح الجميع إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا نهارك سعيد، ده كان يومنا النهاردة، وبكرة في يوم جديد. نتمنى أن الحياة تهدى، نتمنى زي ما قال ضيفي أنه المجلس العسكري أنه هو دايما يبقى قريب للأحداث ويطلع ببيانات سريعة عشان يوضح للناس الأمور أيا كانت إيجابية أو سلبية، عشان ضيفي إلى حد كبير عنده حق في أنه هو بنروح نسمع آراء أخرى، لأن أنا لازم أغطي كإعلام الخبر، ما أقدرش أستنى لأن الناس مش هتستنى، الناس عايزة تعرف. نهاركم سعيد.